انزعاج كبير يملأ مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتداء شرطة المرور على مواطن، بالتحديد قرب معارض البياع في بغداد. المواطنون تساءلوا عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب بعضهم: أليس من واجب الشرطي أن يكتب له غرامة إن كان مخالفا فقط؟ ولماذا يتعرض المواطنون في بلادهم للضرب والإهانة؟ شرط المرور اعتدى على المواطن طبعا. الله العظيم، الشرطة ضربت خاطر ضرب الولد قدامي، راح يرتكبون عليه. هاي معارض الحبيبية اليوم.